هل تزكي أحدا في انتخابات 2022؟ اتركونا من الانتخابات، عسى الله يوفق الطيبين إن شاء الله تعالى الذين يحرصون على مصلحة البلد إن شاء الله تعالى وعلى الخير، لا عسى الله يوفقهم سبحانه وتعالى، ومن أراد بنا كيدا وبالإسلام كيدا الله لا يوفقه ويهديه سبحانه وتعالى، لكن لا يوفق في هذه الانتخابات، لكن إن شاء الله تعالى يعني يوفق الصالحون الأتقياء العالمون، يعني نريد القوي الأمين العليم الذي ينفع البلاد، ينفع الله به البلاد ويوفقهم إلى ما يحب ويرضى. وأنا حقيقة لم أزكي أحدا، وبالنسبة حتى يعني الشيء بالشيء يذكر، الوثيقة اسمها القيم، وثيقة القيم التي عرضها علي بعض الإخوة، أنا ذكرت الوثيقة أنها طيبة جدا، ولا أزكي أحدا من وقع الوثيقة ولا أمتنع من تزكيته، يعني ما لم أزكي أحد ولن أزكي أحدا، سواء الذي وقع الذي لم يوقع هذا شأنهم، يعني عليهم أن يختاروا، وعسى الله يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى سبحانه وتعالى.